النهارده هنتكلم في الفيديو مع بعض عن أقوى خلاصة طبيعية هتحقق عندنا نضارة البشرة، هتساعدنا في علاج الهالات، هتساعدنا إن احنا نقاوم علامات تقدم السن والتجاعيد، تقلل تساقط الشعر والتقصف، وفي نفس الوقت هي اقتصادية جدا. كل الحاجات دي بخلاصة طبيعية موجودة عندنا في زيت جنين القمح. طب اشمعنى خلاصة زيت جنين القمح وليه بالذات ممكن تحقق عندنا الفوائد دي كلها؟ بتحتوي على فوائد مركزة جدا، بتحتوي على أكتر من 23 معدن، مغنيسيوم، فوسفور، زنك، فيتامينات كتير جدا زي فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E، البيوتين، حمض الفوليك. الأهم من كل ده إن هي بتحتوي على تركيز عالي من فيتامين E. فيتامين E ده بقى هو اللي هيفرق معانا في النضارة، في توحيد التصبغات او البقع اللي عندنا في وشنا، يساعدنا في تحسين مظهر الهالات. اكيد انتوا عارفين ان فيتامين اي مكون اساسي في اغلب كريمات الهالات السوداء وفي اغلب كريمات تفتيح البشره وعلاج التصبغات الغامقه. تاني عنصر عندنا موجود بتركيز عالي في خلاصه زيت جنين القمح هو فيتامين كي. فيتامين كي من الحاجات الحلوه جدا لتحسين مظهر الهالات. العنصر اللي موجود بعد كده بتركيز عالي وهو السيلينيوم. طبعا السيلينيوم من اقوى مضادات الاكسده، من اقوى الحاجات اللي بتحقق لنا النضاره، بتساعد كمان على زياده الطاقه وزياده التركيز. اخر عنصر معانا وهو اهم عنصر وموجود بتركيز عالي في الخلاصه دي وهو حاجه اسمها اللينوليك اسيد. طب ليه بقى اللينوليك اسيد ده؟ عايز اقول لكم ان اللينوليك اسيد ده خلاصه صديقه للمراه في كل مراحل حياتها. يعني من الحاجات مثلا اللي انت لو بتمر بالام الدوره الشهريه والتندرنس او الشد اللي بيحصل في الثدي في بدايات الدوره الشهريه، بيساعد ان هو كانه مضاد التهاب ومسكن طبيعي للالام دي. بعد كده انت كبرتي في السن وتجاوزتي ال40، مهم جدا بالنسبه لك علشان هو بيقلل من الاعراض المزعجه اللي بتحصل مع عدم انتظام الطمس او انقطاع الطمس في سن الياس. تعالوا بقى نقول فوائده بالنسبه للشعر. مثبت علميا ان هو من الحاجات اللي بتقلل تساقط الشعر، بيقوي الشعرايه، تساعد ان هي تعالج عندك التقصف، بيزود التركيز، بينور تحت العين. مثبت علميا اللي هو من الحاجات المقاومه على علامات تقدم السن، يعني ليه خواص انتي ايدجنج، بيساعد على تاخير ظهور العلامات او الخطوط. خلاصه بالفوائد الكتيره دي احنا عايزين نستفيد منها، ايه الطريقه الصح اللي احنا نستفيد بيها؟ قدامنا حاجه من ثلاثه. اول حاجه ان احنا ناخدها في شكل كبسولات، كبسولات تكون بتحتوي على خلاصه زيت جنين القمح اللي هو الويت جيرم اويل. الكبسولات اللي موجودة عندنا في مصر في نوعين، في نوع اسمه بي اكتف بناخده مرتين في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء، ويفضل بعد الفطار علشان فعلا الخلاصة دي بتزود التركيز والنشاط جدا، فهتساعدنا ان احنا نبدأ يومنا كده بطاقة عالية وهتفرق معانا. ده النوع التاني اللي هو الايست. الايست ده بيحتوي على خلاصة زيت جنين القمح ومعاه كمان الخميرة. الخميرة طبعا انتوا عارفين ان هي مفيدة جدا لان هي فيها تركيزات عالية من فيتامين ب مركب. في اكتف سعره 25 جنيه وفي 30 كبسولة. ده بقى لو احنا اخدناه هناخده على الريق، يعني ناخد منه حبيتين مع بعض او كبسولتين مع بعض على الريق الصبح قبل الاكل، اول كده ما نصحى من النوم ناخد منه حبيتين على معدة فاضية وبعد كده نفطر عادي. اما تجيبوا البي اكتف تاخدوه مرتين بعد الفطار، او ان انتوا تجيبوا الاي اس وتاخدوه مرتين قبل الفطار. لو انتوا عايشين بره مصر تقدروا ان انتوا تجيبوا اي كبسولات من اي براند مثلا بيتباع على اي هيرب او اي حاجه يكون في جنين القمح اللي هو الويت جيرم اويل تركيز 1000. وطبعا لو تركيز 1000 هتاخدوا كبسوله واحده منه بس بعد الفطار او بعد الغداء. دي اول طريقه هنستفاد بيها من الخلاصه دي. الطريقه الثانيه، في ناس هتيجي تقول لي هل انا ممكن مثلا عشان احقق النضاره والحاجات دي ان انا اجيب الزيت بتاع زيت جنين القمح واحطه تحت عينيا او مثلا احطه على بشرتي؟ بصوا عايز اقول لكم حاجه، ان الزيت بتاع جنين القمح ده مشكلته ان هو من الزيوت اللي تقيله شويه او بتسد المسام شويه. الزيوت دي ليها زي تدريج كده من حيث الاقل فيه ان هو يسد المسام لحد الاعلى في انه يسد المسام، فهو ترتيبه رقم 4، يعني هو زيت يعتبر ليه قدره ان هو يسد المسام، فزيت زي ده مش مناسب ابدا ان احنا نستخدمه عندنا في منطقه الجلد بتاعها رقيق زي تحت العين. فلو انت عايزه تستفادي بيه المنطقه تحت العين هيكفيكي تماما ان انت تاخديه عن طريق الفم، بيفرق جدا في منطقه تحت العين وبينورها وبيحسن الهالات جدا. ده مناسب بس ان هو لو انت بشرتك شديده الجفاف، البشره اللي هي الجافه اللي ممكن تتحمل الزيوت، ممكن تستخدمي نقطتين ثلاثه منه على البشره كلها ما عدا منطقه تحت العين. لكن طبعا البشرات اللي بعد كده زي المختلطه والدهنيه ممنوع تماما ان هي تستخدمه، هتكتفي ان هي تاخد الاقراص. الطريقه الثالثه بقى للاستفاده منه، ودي طريقه بعيده تماما عن الخواص بتاعته بقى للبشره ومضادات الاكسده والحاجات دي، هو من افضل الزيوت المرطبه للشعر، وانا اتكلمت عنه قبل كده وقلت ان هو عشان تركيز اللينوليك اسيد اللي موجود فيه بتركيزات عاليه وفيتامين اي ومضادات الاكسده والبيوتين والحاجات دي كلها اللي موجوده فيه بتركيزات عاليه، بيبقى من افضل الزيوت اللي امتصاصها سريع في الشعر، المرممه للشعر اللي بتساعد على علاج النهايات المقصفه. جنين القمح الحاجات الحلوه جدا للشعر، يعني لو حد عايز يجيبه يعمل بيه حمام زيت للشعر نفسه مش للفروه، او يرطب بيه النهايات المقصفه،
هيبقى تأثيره ممتاز جدا. بقى التأثير اللي الواحد بيحس بيه لما بياخده، على فكرة انا يعني زيت جنين القمح ده انا خدته كتير وكنت بستمر عليه مثلا شهرين ونص ثلاثه، واوقفه وارجع اخده تاني، واوقفه وارجع اخده تاني. اولا هو بيزود الطاقه والنشاط والتركيز جدا، فعشان كده قلت لكم تاخدوه في اول اليوم. تاني حاجه ان هو لو انت عندك اكسده في بشرتك او اي بهتان بيعالجه، لانه طبعا في مضادات اكسده كتير جدا، بيحسن الهالات، بيقلل تساقط الشعر بشكل ملحوظ. يعني مش بتكلم بقى على تساقط الشعر المزمن، انا بتكلم على تساقط شعر بسيط اللي زي اللي بيحصل مثلا بين الفصول، هيساعدك جدا ان هو يحسنه بشكل كبير. فهو حاجة حلوة من غير منتجات موضعية، بيوجه فايدة للشعر وبيوجه فايدة للبشرة وبيوجه فايدة للجسم للطاقة للتركيز. سعره رخيص، حاجة ممتازة جدا. هو مش مناسب لمين؟ مش مناسب للناس اللي عندها مشاكل في الكبد او عندها مشاكل في المرارة. نستمر عليه قد ايه؟ احنا ممكن نجيبه نستمر عليه 3 شهور بالتركيز اللي احنا قلنا عليه، وبعد كده نوقف مثلا شهر ونرجع له تاني. مش بيتعب المعدة نهائيا، الناس اللي هي بتخاف من تعب المعدة، لا او مش بيتعب المعدة خالص، تقدروا تاخدوه بمنتهى الامان. بس كده اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس يستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.